وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا، جزاكم الله خير، وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان. الطائفة الأولى الفقهاء العارفون، الفقهاء العارفون، والطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون، المتفيهقة الجاهلون. فأما الطائفة الأولى فإنهم يعنون بقولهم لا دليل عليه أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، فهم لا ينفون وجود الدليل وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعاد، وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعارض. وأما الطائفة الثانية وهم كثير في المتأخرين فإنهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا، فهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا. وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما، لأن صنعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة بإطلاق القول بأنه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيها. فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على أدلة معتد بها عندهم مع اختلاف المذاهب في الأدلة المعتد بها عند هؤلاء أو عند هؤلاء. فإذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة أو السلامة من المعارضة، ويحق لمثله أن يقوله، ويحق لمثله أن يقوله. وأما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل أصلا وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة، فتلك جراءة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء، في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح؟ يعني كثير الآن تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدم كل مسألة يقول لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل عليها. بخلاف الراسخ، الراسخ المسألة المشهورة عند أهل العلم لا يقوى على أن يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل، لابد أنهم يعتمدون دليلا، جهلته أم علمته، فلا ينبغي المجازفة بإطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء، والمقصود أن تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا، وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة يقول هذه المسألة لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل عليه، حتى يشبه أن يكون ربع المذهب عليه دليل وثلاثة أرباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن أن يكون يقول بذلك رجل عرف العلم وأهله، فإن أهل
العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة ما يحملهم على تحري الأدلة وتتبعها وعدم إثبات شيء من الأحكام بلا دليل، فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. أفتظن أنك أنت وحدك تعظم ذلك وهم جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة؟ والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتأنى في توسيع الدعوة بأن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يتساهل في قبولها إلا من فقيه راسخ.